لقيتها المشؤومه بيك الام مايا زوجتك سوت فيك. يعني شنو مسوي بيه الام مايا؟ شنو سوت فيك؟ سوت الموزن. الموزن؟ يعني خانتك؟ ليش تبكي؟ اسالك عن اولادك انا. ما ادري اسمعهم. ما تريد تسمع عنهم؟ عندك انت اولاد؟ ما ادري اسمع عنهم. ما تريد تسمع عنهم؟ ليش؟ ليش ما تريد تسمع عنهم؟ مو خوش اولادي. مو خوش اولادي. شقد هم اولادك؟ اثنين. مو خوش هادم هم اللي تركوك؟ هم يعني هم راحوا ويا زوجتك وعافوك؟ ايه. انت قبل شقد جيت للدار هذا؟ ما صار ست شهور غير. ست شهور؟ يعني هم تبروا منك؟ قبلها؟ ايه. قبل شقد تبروا منك اولادك؟ مو قلت لك 2002. 2002 انقصت هاي تصلب شرايين بترة هذا رجلك. هاي رجلك اليسرى واليمنى هم من بترة. لا قبلت الفجر اليمنى انبترت هاي 2002. هاي 2003 هاي بعدها هم بسبب المرض؟ ايه سبب الام مايا سوت دقتها المشؤومه. يعني شنو مسوي بيه الام مايا؟ شنو سوت بيك؟ سوت الموزن. الموزن؟ ايه. يعني خانتك؟ هذا مريض. انت مريض وخانتك؟ ايه. راحت يا وجهاله، وانت وين رحت بعدها؟ عندي بيت. اي. بعت البيت. بعته. وصرفت فيه وبساكن بعده. اخذت ظليت تاكل بفلوسه؟ ايه. خلصا؟ الان وصلت لها الحالة. لا وصلت لها الحالة. زين ذني انت سولفت عن رجليك اصابعك ذني وين تبتر؟ هو هم تصلب شرايين. هم سبب المرض بتروا حتى اطرافه اصابعك؟ ايه. انت هنا شلون المركز هذا؟ لا الحمد لله زين. الحمد لله. الحمد لله. فمهتمين بكم هنا هذا دار الوارث. ايه. تابع للعتبة. نعم. مهتمين بكم. مهتمين بنا هواية. هواية مهتمين بكم. الحج اي شيء ذكره بحياته السابقه، اي شيء ذكره بمواقف اهله وياه مباشره يبكي، ما عنده سلاح غير الدموع. صعبه جدا. يعني انت توصل لمرحله بحياتك مقعد ولا حول ولا قوه، وكل الناس اللي هم اساسيين بحياتك واللي انت اليوم بعد لا شايفهم لا موقف واحد يذكر ولا محتويك، بالتالي ما عندك سلاح بعد غير الدم. احنا خلينا نغادر هذه القصه، احنا باقين اليوم وياك بس توعدنا بعد ما تبكي تترك البكي. يعني اليوم انا باقي وياك يعني من الصبح للليل. اهلا وسهلا.